هو اللي حصل دلوقتي انه سيد مدير مديريه الشباب والرياضه بالجيزه فوجئ بانه في خطاب انتوا حضراتكم حطتوه على جورنال من الجرايد، صحيح كده؟ اللي هو بتاعه انه في خطاب ارسل اليكم لا هم كمان نزلوه على الصفحه بتاعت صحيح. الشباب في خطاب ارسل اليكم من مديريه الشباب والرياضه والخطاب ده يعني بيخلي نادي الزمالك من حقيته او من حقه ان هو يفتح حساب. دي المذكره جت اولانيه. حضرتك قصدك على المذكره الاولانيه مظبوط كده؟ مظبوط. مدير مديريه الشباب والرياضه ارسل الى الجهه المركزيه قال لهم انا حصل عندي خطا، انا في عندي موظف بعت لنادي الزمالك دون ان يعود الي، وبالتالي انا عايز افتح معاه تحقيق واوقفه. فالجهه المركزيه اللي هي الممثل فيها وزير الشباب والرياضه احال الراجل اللي وافق التحقيق والايقاف. انا هل متصور، انا مش هل متصور بغض النظر عن الموضوع ده، هل متصور جوابات تطلع من مدير الشباب والرياضه بالجيزه في شان نادي الزمالك في شان موضوع هام انه ما يبقاش كل المديريه عارفه؟ طب هل الختم متوافر بهذا الشكل ان انا ممكن انا استعمله يا استاذ ابراهيم؟ طب ده خطا، ده طيب خطا هم هيحاسبوا عليه يعني، ده خطا هيحاسبوا عليه ان شاء الله الجهه الاداريه كلها على بعض، ان شاء الله مديريه الشباب والرياضه كلها على بعضها في الجيزه تتشال. ما ده خطا اذا كان هو خطا، مش النيابه صح بتحقق؟ طبعا بتحقق، بتعامل لجنه صحيح. فلو في خطا هيعود عليهم كلهم. انت هو بيقول لي ان الخطا ان انا ما طلعتش جواب من عندي او تابد، ولا انا اصلا الموضوع اللي عامله نادي الزمالك ده خطا؟ هو مش قايل لي، مش قايل هو القصه كلها ان انتوا الجواب ده طلع بدون الاعتماد وبدون الرجوع فاستخدموا نادي الزمالك. طيب يعني انا بقول تاني، هل المذكرات هتطلع كده من مدير الشباب رياضه؟ هل الاستاذ عماد والاستاذ احمد زكي دول مش مفوضين فيها؟ واحد مدير اداره قانونيه والتاني وكيل اول وزاره. هل الختم متوافر؟ مش انا بتساءل زيك. هل الختم متوافر بالشكل ده؟ طب بلاش ده كله. وبقول انا ما عرفتش من الكلام ده الموضوع مسار مش بس اداريا، اعلاميا داخلين على اكتر من سنه، ده حقيقي، وكل المستندات مطروحه قدام حضرتك وكل القنوات. طب حتى يعني مفيش سؤال ان انا اجي مدير المديريه يجي يقعد معانا او يشوف الوضع ايه؟ طب لا الموضوع ده، طب فين الجواب ده اللي انتوا بتقولوا عليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان في جواب طالعه بصحه الاجراء. بلاش الموضوع الجواب، محضر مجلس الاداره اللي اتعمل فيه هذا القرار. هل لما تروح للمديريه مثله مثل اي محضر، هل اترد عليه خلال 15 يوم بالرفض ولا لم يترد عليه بالرفض؟ صحيح، كل دي تساؤلات. كل دي مش تساؤلات، ده هي ده الموضوع. هو ده الموضوع. طب انا لما موضوع مصار من 2016 ومجد المجلس ضرب من شهر 6/2016 وعدى علينا اكتر من ميزانيه واكتر من جمعيه عموميه، عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني، ما ريحتوش بالكم ليه من القصه دي كلها على بعضيها؟ وقعدتوا مع الاستاذ ممدوح عباس، ما تشوف يا سيدي احنا ايه القصه؟ هو ممدوح عباس له كام؟ الاول كان بيقول 4 وبعدين اعتقد بيقولوا وصلت 40 4 مليون وبعدين 5 مليون وبعدين في مديونات تامينات وضرائب كده. ما ريحتوش بالكم ليه من القصه دي؟ القصه اللي هي قصه من اول ما ابتدينا في الانتخابات. انا بقول يعني ان لما انتهت انتخابات 2014 المشوار مرتضى ومجلس دار احنا فاتحين ايدينا للكل، ده انا فاكره كويس، وقلنا بالعكس مفيش اي مشكله. اول لما كسب الانتخابات في 2014 الانتخابات 2014 فوجئنا بعديها باسبوع حوار معمول في كان اعتقد جنان المصري تحديدا فيه هجوم شديد. ما سيبكم من الاصول، دايما هتلاقي نفسك ده قال وده عاد وده قال وده عاد. افتحوا صفحه جديده وخلصوا نفسكم من القصه دي. مثال المشوار مرتضى، انا مش يعني مش هنسيب له حاجه، بس هي حاجه اتقالت منه في الاعلام. انا عندي استعداد افتح صفحه جديده، وعندي استعداد ان هو يشوف ال 4 5 مليون لو في نسددهم، بس كل يوم بتطلع حاجه زياده. كل يوم بتطلع حاجه زياده. طب هل لو عملنا كده هيتفتح الحساب ولا لا؟ هي دي القصه. هل لو ما فيش احنا او ما فيش انتخابات كان الموضوع ده هيوصل؟ هي دي القصه بس.